كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، واستعرض الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومون جاي إن حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد المرافق لرئيس مون جاي إن، كما رحب رئيس كوريا الجنوبية بالوزراء وكبار مسؤولي الدولة. حرس الشرف، سلام جمهورية كوريا، سلام سلام.